يعد برنامج الضمان الصحي الوطني خطوة هامة نحو تطوير النظام الصحي في مملكة البحرين من خلال توفير منظومة صحية متكاملة ذات جودة عالية تتسم بالمرونة والاستدامة المالية عن طريق إنشاء صندوق للضمان الصحي يستند على أسس من الحوكمة وتنظيم عمل المؤسسات الصحية الحكومية. بعدما جاء عبر نافذة نص تشريعي كمشروع قانون كان قد صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرفقا بالمرسوم الملكي رقم 87 لعام 2016 وبصفة الاستعجال وفقا للمادة 97 من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002. ومن بعد ما تم عرض بنوده المقدمة من قبل الحكومة على مجلسي الشورى والنواب ومن ثم إجراء عدد من التعديلات القانونية عليه، أطل مشروع الضمان الصحي الشامل الذي يشرف عليه المجلس الأعلى للصحة بحلته المعتمدة كقانون عصري سيكون له الدور الواضح في تطوير النظام الصحي في البحرين بشكل جذري ليصبح بمقدوره أن يتغلب على التحديات الكبيرة التي قد يواجهها قطاع الخدمات الصحية بين الفترة والأخرى على المستوى المحلي والعالمي لضمان استدامة توفير التغطية الصحية الشاملة للسكان، وذلك وفقا لأفضل المعايير المتبعة دوليا. برنامج الضمان الصحي الوطني الذي يندرج ضمن مشاريع التطوير الشامل لقطاع الرعاية الصحية والتي تأتي في مقدمتها الخطة الوطنية للصحة في مملكة البحرين 2016-2025 من المتوقع أن يرى النور في بحر العام المقبل، راميا إلى توفير منظومة صحية متكاملة وجاذبة للاستثمار ذات جودة عالية تتسم بالمرونة والاستدامة المالية، وذلك عن طريق إنشاء صندوق للضمان الصحي يكون مزودا للتغطية التأمينية مع شركات التأمين الصحي مصرح بها، متوليا مهمة التعاقد مع مقدمي الخدمات الصحية للمستفيدين تستند على أسس من الحوكمة وتنظيم المؤسسات الصحية الحكومية، ذلك من شأنه تقديم مستويات جيدة من الخدمات بتكاليف يتحملها الفرد والمجتمع بالمشاركة، نظام صحي جديد تتبناه الحكومة من باب حرصها على وضع الحلول الناجعة لتطويره وتمويله لتمضي نحو كفالة حقوق المريض في متنوع الخدمات الصحية التي من المقرر أن يستفيد منها، ووضع سياسات لتحسين الكفاءة وضبط النفقات وصولا إلى وضع نظام وطني للتقييم وإدارة الجودة، ومرتكزات النظام الصحي بالاعتماد على محاور من أهمها مقدما الخدمة في الصحة الأولية والمستشفيات من خلال تطبيق نظام طبيب الأسرة والدفع للأطباء عن طريق نظام نصيب الفرد في المراكز الصحية. وأما المحور الآخر الهام فجاء مخصصا لمقدمي الخدمة في المستشفيات من خلال برنامج التسيير الذاتي المؤدي إلى الارتقاء بالتركيبة الإدارية للمستشفى وسير العمل والقدرة على المنافسة مع المستشفيات الأخرى، الأمر الذي يبشر برفع جودة الخدمات الصحية وتمكين المواطن والمقيم من حرية اختيار مزود الخدمات الصحية.